بشار الغدار وقتلك يا بشار قتلك يا بشار قتلك يا بشار. بالذكرى العاشرة لما زرت جامعة حلب اللي استهدف فيها النظام بالطيران جامعة حلب، نحن اليوم عم نجدد العهد، نحن زملائنا استشهدوا بهي المجزرة من بداية الحراك الثوري، شاركوا بكل ما يملكون رغم الاضطهاد والملاحقة والتعذيب. الطلاب الجامعات من بداية الثورة أصروا إلا أنه يكونوا مع أهاليهم بالساحات بالمظاهرات، حتى اشتغلوا مجالات أخرى، مجالات تعليمية، مجالات طبية على مراحل الثورة. هذا الفكر الحر أغاض النظام المجرم، فانتقم بأشد انتقام من الطلاب بالتعذيب بالملاحقة، وكان ذروة الانتقام منه أنه قصف الجامعة بالطيران. نحن اليوم من كلية التربية بعفرين، نحن طلاب التربية كما في كل عام نجدد العهد على مواصلة المسير، فدماء زملائنا لن تذهب هدرا، سنواصل دربهم حتى تحقيق النصر ونال الحرية وأسقاط هذا النظام بإذن الله تعالى. ميزة الثورة السورية أن هذه الثورة شارك بها جميع الفئات العمرية والفئات الفكرية أيضا، بين هاي الفئات هم طلاب الجامعة اللي بالأساس كانوا العصب صراحة بالثورة السورية. اليوم بعد تقريبا 10 سنوات عن مجزرة جامعة حلب اللي هي جامعة الثورة، حبينا نوقف احنا كنشطاء الثورة في عفرين وقفة نذكر بها طلاب الجامعات ان الثورة قامت بهذا العصب. هلا نحن اليوم كنشطاء في مدينة عفرين حبينا نلبي دعوة إخواتنا الطلاب جامعة غازي عنتاب في إحياء ذكرى مجزرة، لأول مرة كان النظام قصف الطلاب جامعة حلب، وسميت نهارتها يعني أنه شهداء العلم، فالشباب حبوا أنه يحيوا هاي الذكرى في هاي الأيام، ونحن حبينا نشارك هاي الدعوة كونه الطلاب يعني هني إخواتنا وأولادنا، والحركة مقصودة كانت من النظام حتى يقضي على العلم، لأنه ما بنقدر نواجه هذا النظام الطاغي إلا بالعلم، فاختلط الحبر والدم مع بعض، ولكن كان هذا منارة لأنه الطلاب تكمل المسير وتكمل ضد هالطاغية إن شاء الله لحتى زواله بإذن الله تعالى.